ضمن يعني دراسات الجدوى للمشروع ان انا يكون عندي مظله تامينيه ان انا اقدر احافظ بيها على استثماري، لو حصلت مشكله لا قدر الله يقدر المزارع يتغلب عليها وما يكونش عليها اعباء ماديه. صندوق التامين على المشاريع بيقوم بالدور ده، ودائما هناك تطور في الخدمات المقدمه من جانب صندوق التامين على المشاريع الى المربي. صراحه التوسع في التامين بيتم في المزارع الكبيره والمنشات الكبيره لان بتكون في اداره منظمه وواعيه وعارفه اهميه صندوق التامين على المشاريع. المربي بياخد مجهود كبير على ما يقتنع، وده شيء مؤسف. انا عارف ان المربي المصري المفروض يكون اكثر استفاده من هذه الخدمه لانه هو الاكثر تاثرا لو لا قدر الله حصلت عنده حاله نفوق. النهارده انا هتكلم عن هذه الخدمات من خلال المهندس وائل محمد شاهين رئيس قطاع التامين داخل لصندوق التامين على المشاريع. برحب بحضرتك يا باشمهندس وائل، اهلا بيك. صندوق التامين على المشاريع الحمد لله في السنوات الاخيره ابتدينا نتكلم عنه كتير ويظهر له مردود على ارض الواقع. الخدمات المقدمه الان في هذه الفتره. والله حضرتك انت نبهت على حاجه كويسه جدا اللي هو الخدمه التامينيه. الخدمه التامينيه للمربين والفلاح. احنا بنستهدف الفلاح والمربي اللي بيبدا من راس واحده. بنحاول ان احنا نقدم له خدمات مثل العلاج الاقتصادي، خدمات زي الاعلاف بجوده عاليه، عندنا حصه نخيله بتتصرف عن طريق المطاحن مع وزاره التموين، والمنتج الجديد اللي اشتغل عليه صندوق التامين الحمد لله رب العالمين تحت اشراف دكاتره للتغذيه والانتاج الحيواني في كليه زراعه عين شمس، فول جرو، ده عباره عن نخاله محسنه عليها بعض اضافات الاملاح المعدنيه والبروبيوتيك اللي بتساعد على زياده معدل النمو وعلى معدل اداء الكرش والاستفاده من التركيبه اللي بتضاف على الاعلاف بحوالي نسبه 25% لا تزيد عن 25% مع العلاقه المركزه اللي بتضاف للحيوان يوميا بتساعد على زياده معدل النمو للحيوان. نخاله محسنه. نخاله محسنه. فاحنا ابتدينا نعمل عليها تركيبه اضيف من او ارفع من قيمتها الغذائيه للحيوان علشان يبقى الموضوع مش مجرد ملء الكرش للحيوان فقط، لا ان يكون عندي معدل تحويل اعلى. اكيد طبعا. عن طريق بكتيريا نافعه بتساعد على زياده انزيمات الكرش وعلى امتصاص العليقه كامله من الحيوان. تمام. حضرتك قلت لي ضمن الخدمات النخاله بتتصرف من المطاحن. حصه من المطاحن للحيوانات المؤمن عليها. كل حيوان اللي بيبقى متحدد له الكميه المفروض بتحدد له على حسب كل مطحن، يعني ممكن 40 كيلو او 50 كيلو. مطحن هو اللي بيحددها. بيحددها له تصرف في الشهر طول مده التامين، سواء مؤمن 6 شهور او مؤمن سنه. 40 كيلو او 50 كيلو كل شهر طول للرأس. مده التامين لكل للراس الواحد. دي مدعمه. دي مدعمه بسعر المطحن. بسعر المطحن. اه يا فندم. تكلفه. طيب لو جيت اتكلم على التامين على المشاية نفسه. ايه هي الاجراءات؟ انا راجل عندي حظيره وعايز استفيد من خدمات الصندوق، اعمل ايه؟ الاجراءات يا فندم ان هو الفلاح او المربي اللي يمتلك راس الى ما لا نهايه يتوجه لاقرب وحده بيطريه او اداره بيطريه داخل نطاق زمامه. بيتوجه وبيكتب طلب بان هو بيرغب التامين على راس، راسين، على ونوع الحيوان. في نفس الوقت بتطلع لجنه لمعاينه الحيوانات وتشوف الحاله الصحيه للحيوان. الحاله الصحيه سليمه وكويسه بامن له. الحاله الصحيه تعبان او عنده ارتفاع في درجه الحراره، عنده مشاكل، بنوجهه وبندعمه دعم لوجستي اللي انا بديله ارشادات توعويه للمربي ان تفصل الحيوان ده، تعزله، وهياخد علاج لمده يوم 2-3. دي الاجراءات البيطريه. انما انا لو عايز امن المفروض ان انا بروح لاداره الانتاج الحيوان او الاداره البيطريه اللي تابع ليها او الاداره البيطريه اللي انا تابع بيها واقدم الطلب علشان يجوا يعملوا عندي معاينه للحيوانات. تمام. طب هناخد الاول السيد من البحيره، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي معاك يا دكتور؟ اهلا وسهلا دكتور، بيسلم عليك، اهلا بيك. ازي سعادتك؟ انت سعادتك بتقدم برامج محترمه جدا وانا بكلم حضرتك بقالي يجي شهر مش عارف ارد، يعني مش عارف اوصل لتعافي. حظي وحش، انا اسف. اتفضل. ده انا اللي حظي وحش يا باشا والله. فضل. بس انا حظي دلوقتي حلو اني كلمتك. ربنا يكرمك يا حاج سيد. اتفضل. دلوقتي على موضوع تامين المواشي حضرتك، انا كنت واخد عجول من هي تبع البنك الزراعي اللي هي اللي هي مشروع البتيلو. مشروع البتيلو. تمام. وامنت عليهم ودفعت كل حاجه وجيت اتكلم اطالب بالعلف، قالوا لي للاسف لا، احنا ده الكلام ده كان زمان وما عادش موجود منه دلوقتي.
نخاله يعني ولا علف؟ نخاله او علف لا يعني لا. سواء لا ما هو في في جزء لا لا الموضوع مختلف. العلف حاجه والنخاله حاجه، يعني انت ليك حصه المفروض في النخاله. دلوقتي المهندس وائل هيقول لك انت فين في البحيره؟ انا في مركز بدر. في مركز بدر، وانا الاعداد ما تقفلش لما ياخدوا رقمك بحيث هنتواصل معاك تاني. انت واخد كام راس؟ انا كنت واخد قبل كده، انما دلوقتي ما عنديش، عندي بهايم عاديه يعني. لا ما هو دلوقتي انت احنا هنشرح الموضوع عشان اللي عايز يستفيد، انما انت بتتكلم فيما سبق ليها اجراءات، وفي فرق ما بين النخاله وما بين العلف. بشكر حضرتك. وحاليا هو ممكن يتوجه للاداره ويؤمن وياخد حصه علف من المطاعم. طيب هو دلوقتي قالوا له انت مالكش عندنا علف، ما هو بيتكلم في الصابر. الكلمه دي صح ولا غلط؟ لا يا فندم، الصندوق عنده مصنعين علف، مصنع في النوبريه. ما هياش حصه بقى، هي شراء. يشتري بشتري بسعر اقل من سعر السوق. مصنع النوبريه في مشروعات مشروعات غرب النوبريه، ده في النوبريه، وعندنا مصنع السلام بالمرج لانتاج الاعلاف نباتيه 100% بجوده عاليه جدا ومعدل تحويل عالي وسعر تنافسي اقل من السوق، اقل من سعر السوق للمؤمن لدى الصندوق. انا قبل ما الاسعار تغلى كنت بتقول ان احنا اقل من السوق ب 300 جنيه. يا فندم للمربي، يا فندم للمؤمن لدى صندوق التامين. اللي هيأمن في صندوق التامين على المشاية هو اللي من حقه يشتري بس. يا فندم، وبنبيع برضك حر بس هيبقى سعره اعلى. سعره اعلى لان انا بدي ميزه للمؤمن لدى صندوق التامين. تمام، للفلاح او المربي اللي بيأمن. انما النخاله بتبقى حصه بتتصرف من المطحن بسعر مدعم، وبتتحدد الحصه دي من 40 ل 50 كيلو حسب الطاقه الانتاجيه داخل المطحن ده، لان في مطحن هو طاقته الانتاجيه بتاعته ضعيف وعنده عدد من المربيين كتير وهو ملتزم بحصه معينه هي اللي هتخرج، فدي بيتم تحديدها من 40 ل 50 كيلو. اكيد طبعا. طيب لو انا رحت عشان أأمن الحيوان بتاعي، خلاص تم الكشف البيطري عليه، ومطلوب مني رخصه المزرعه، مطلوب مني اوراق او مستندات؟ لا يا فندم، طبقا لتعليمات معالي الوزير ما فيش اي ترخيص بيتم على المربيين، صغار المربيين اللي هو يمتلك من راس ل 10 رؤوس. احنا بنامن داخل المزرعه، داخل البيت او الحظيره الخاصه بالمربي، العدد اللي موجود والقائم فيها. الترخيص بيبقى للمشاريع الكبيره اللي هو ياخد تصريح او ترخيص. ده الحمد لله سياده الوزير تغاضى عنه، وبقى نامن للحيوانات اللي هي من راس ل 10 رؤوس او 20 راس او 25 راس بدون ترخيص او تصريح. الراجل ده الدوله عايزه تساعده وعايزه تكون موجوده جنبه في استثماره اللي هو مهم جدا، فبنقول له لا تعالى انا في اجراءات ميسره انت اللي هتستفيد. اول حاجه لما انت بتتواصل مع الصندوق بيجوا يعملوا معاينه ويبقى في كشف بيطري. المعاينه مجانه. فالمعاينه دي ليها مميزات، يعني هنقول لك المكان ده محتاج بعض الاجراءات عشان يبقى مناسب، عشان تكون بتطبق فيه الامان الحيوي، لان الامان الحيوي جزء لا يتجزا عن التحصينات وعن الرعايه البيطريه. ممكن انت تكون بتقوم بكل الاجراءات وعندك مشكله في الامان الحيوي تسبب لك كارثه، فهنا برضو المعاينه دي هتبقى شيء مفيد جدا للمربي. الفلوس هدفع كام؟ هو قبل ما يدفع الفلوس، طب قبل الفلوس في جزئيه هتتكلم فيها، بس احمد من الشرقيه اتفضل. استاذ احمد. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. انا بس يعني حضرتك، لو انا عندي 5 رؤوس يكلفوني تامين كام يعني؟ 10 رؤوس. 5 او 6. تمام، عايز اسال على حاجه؟ طب هو الحيوانات دي ابقار كبيره ولا عجول؟ لا، حلابه. حلابه ابقار وجاموس يعني. طيب. طيب بشكر حضرتك. حامد، استاذ حامد من كفر الشيخ اتفضل. باشا يا استاذ، باشا اسامه، اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا بحضرتك بالصحه. كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات والحد اللي فات على الكيماوي بالنسبه للوقت. طيب خط قطع ولو سمحت، عايزين مداخلات مرتبطه بفقرتنا. اهو احنا كنا بنسال على هدفع كام، حضرتك قلت قبل ما ادفع كام في جزئيه عايز تشرحها. يا فندم، هو اول ما بتقدم بطلب احنا بنعمل معاينه مجاني، وبندي له ارشاد على المكان بتاع الحيوان، مساحته قد ايه، وهتساعد الحيوانات اللي فيه ولا عاوز مكان اكبر، التهويه، ميه الشرب، العليقه اللي موجوده تبقى جافه وخضره، هتحط ايه وهتتعامل ازاي، والارضيه لازم يبقى نظيفه. فبقول له انا ارشادات توعويه ليه. ثانيا قبل ما يامن انا لازم نكون محصن ضد الامراض الوبائيه. لازم نكون محصن.
انا ما بامنش غير ما اكون محصن ضد الامراض الربائيه المنتشره. ليه؟ انا بحمي الحيوان وبحمي صاحب الحيوان ان ما يقدر لا قدر الله ما يجرالوش اي اصابات او اي عدوى. ثانيا احنا بنامن. الفتره اللي فاتت حصل شويه تعديلات وشويه تغييرات، ده يعني تضامنا مع الفلاحين والمربيين، نزلنا نسبه التامين من 1.55 ل 1% بالنسبه للمحلي، والمستورد من 3% ل 2%. ليه؟ ده دعم للفلاح وللمربيين. 1% للمحلي و2% للمستورد. و2% للمستورد. وعلشان أأمن لازم في عدة إجراءات على رأسها إن الراجل ده يكون محصن المواشي، عملت معاينة وشفت المكان آمن ومناسب أمان حيوي وأمان ضد المخاطر كمان، لأن في مخاطر عاوز حضرتك تكلمني عنها. أكيد طبعا. فالراجل ده أنا هقول له لا تعالى أأمن. تحصينات عليها دور مهم جدا، وأيضا الأمان الحيوي. 1% بالنسبة للحيوان البلدي، 2% بالنسبة للحيوان المستورد. وده لو على مدة سنة أو على 6 شهور. لو على 6 شهور بتبقى نصف القيمة. نصف القيمة. نصف القيمة. يعني طبعا. 1% تبقى 0.5% في 6 شهور، وال2% هتبقى 1% في السنة. يعني 1% دي سنويا، لكن 6 شهور هتدفع نصف القيمة. نصف يعني القيمة. حيوان ب20,000 جنيه، المفروض الواحد في 200 جنيه. 200 جنيه في السنة. في السنة. لو 6 شهور. 100 جنيه في السنة. في 6 شهور. طب بالنسبه للمستورد انا بعامله اول سنه من دخوله البلاد ب2%، تاني سنه لو هيجدد التامين معايا بعامله معامله المحلي ب1% مش ب2%. طيب مين اللي معايا سامح؟ استاذ علي. طيب استاذ حسن من بني سويف الاول، اتفضل يا استاذ حسن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا فندم. لو سمحت يا استاذ سامح، عايز اسال عن تامين الماشيه. ساعتك نروح هذا الوحده البطاريه ذات نفسها، ولا بنتوجه للتامين تبع المركز؟ طيب الدكتور المهندس وائل هيتكلم معاك. حضرتك هتتوجه لاقرب وحده جنبك في القريه، فيها قسم التامين وفيها دكتور وحده مسؤول عن التامين. انت بس بتبلغه عدد الرؤوس اللي عندك ومكانك فين، وهو بتوجه لك وبيعمل المعاينه مجانا، بيبص على الحيوانات بتاعتك وبيرشدك لو في اي حاجه هتقدر تعملها قبل التامين، وبيحصنها قبل التامين. تمام. وبعد كده بيبدا اجراءات التامين. بشكر حضرتك. استاذ عوض من كفر الشيخ، اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ عوض انا سامعك كويس. سلام ورحمه الله، اتفضل. يا دكتور انا عاوز اكلم حضرتك على التامين. والتامين احنا في كفر الشيخ ده كبير، انا بنشوف تامين ولا بنشوف اي حاجه. انت عايز تشوف عايز تشوفه فين يعني؟ يعني مثلا ان نحدد اللي ان احنا نروح نامن او ما نامنش. انت عندك مواشي ايه يا عم عوض؟ عندك مواشي ايه؟ عندي مواشي بار وعندي جاموس. ايه اقرب وحده بيطريه ليك؟ اقرب وحده بيطريه جرايده. دي بينك وبينها قد ايه؟ يجي 5 كيلو. تعرف تروح لهم بكرة الصبح؟ ولو رحت لهم بكرة الصبح هيلعيجوا؟ هيجوا لغاية عندك. احنا عندنا كان الحمى القرآن بهدل بهم لحد دلوقتي. ما ترك ركز معايا، ركز معايا في جزئية. تمام؟ احنا دلوقتي عايزين نأمن. هتروح بكرة تقدم طلب، وانا هرجع اكلمك على فكرة لو سمحت خدوا رقمه. انا سمعت من حضرتك قلت مش هيأمن الا لما اشوف البهائم سليمه او مش سليمه. طب هو مش لازم يكشف عليها، ولا انا اجيب له حيوان عيان واقول له خد امن لا. عليه؟ لا هو يكشف عليه، بس البهائم متبهدله من حمى القرآن طلعت منها متبهدله. بتستنى اما نتكلم سنه خطوه. انت عندك بطاقه ورقم؟ لا ما عندي عندي بطايم، وعندي بطايم من زمان كانوا بيحصن البطايم. يعني انت اخر مره حصنت امتى؟ حصن بيجي شهر ونص اهو. طب ما عملتش بطاقه ليه بقى؟ طب انا ما عملتش بطايق. بنعمل بطايق، بنعمل واوقات نعمل واوقات ما نعملش. طب بقول لك ايه، ما تيجي نبتدي صفحه جديده كويسه. تمام. انا اتابع معاك التحصينات والاطباء البيطريين هيجوا لك ولا لا، وانت تروح تامن بكره علشان لو في اي مشكله وخد رقمي من الاعداد تلاقينا واقفين جنبك على طول. احنا بنجيب الدكاتره بالغلا والكوز. طب ما ملهاش لازمه، ما انت عندك. هو انت الدكتور اللي بتجيبه ده مش طبيب بيطري مصري زينا؟ ولا انت بتسافر تجيبه من بره؟ خصوصي يا دكتور. مش ما خصوصي، ما هو طبيب مصري بيخدم البلد، وكل الاحترام للاطباء الحرين طبعا
لكن انت عندك الخدمه ممكن تستفيد بيها مجانيه بدل ما بتقول لي بالغلا وبالكوا. تعال نشتغل انا وانت. مش هيقول لي احنا بعيد عنها الواد موجود ازاي بعيد. طب انت ما تجرب ما تجرب معايا ما تجرب، ولو انا ما قدرتش هقول لك وعلى الهوا. بشكرك. بكره تامن واحنا هنتواصل معاك تاني عشان اعرف ايه اللي تم. هنا في حاجه يعني انا اسف ان انا قطع حضرتك، انا كنت بتكلم في البدايه عن الامان الحيوي والتحصينات وقلت الاثنين لازم يكونوا مع بعض. حصل في الفتره السابقه باعتراف الاطباء البيطريين تحور في الحمى القلعيه وظهرت عتره جديده فحصل مشاكل واصابات. تباينت هذه الاصابات ما بين حالات الحيوان الصحيه نفسه اذا كان حيوان قوي فقدر يتحمل، ما بين مربي بيطبق الامان الحيوي فقدر ايضا يتحمل، ما بين حيوانات عمرها الصغير اعمارها صغيره فكانت اشد تاثرا. لكن الدوله عملت ايه؟ ما هو اذا كان الدوله في اسرع وقت قدرت ان تخرج باللقاح للعطر الجديده ويبقى في حاجه اسمها اللقاح الثنائي متوفر بسعر او رمزي لا يكفي يعني ما يغطيش التكلفه ابدا، وارد ان يحصل مشكله. عشان كده بنقول لازم يكون في تامين، لازم يكون في متابعه بيطريه، هو ده. انما انت تقول لي مفيش حيوان مش هيعيا، مفيش، زيه زي الانسان اي كائن حي. الدكتور وائل تعقيبك ايه على اللي انت بتسمعه؟ لان انتم بتبقوا في الوش، يعني انتم اللي بتواجهوا دايما المربي وعايزين تقنعوه، مسؤوليه كبيره. طب الحاج بيتكلم من كفر الشيخ هو في فيلا، طب اتوجه هو للاداره البيطريه وقال لهم عاوز امن وهم ما اتحركوش، يكلم سيادتك، يكلم الاداره العامه للصندوق، ارقامنا موجوده وبنوزعها، ده احنا عاملين نشرات بتتوزع على الجوامع في يوم الجمعه بعد الصلاه بتتوزع وبتتفرق على المصلين وبنعرفهم، نزلنا قوافل طبيه ونزلنا ارشاد وقوافل ارشاديه في الاسواق وفي المحافظات وفي جميع انحاء الجمهوريه. التلفزيون احنا طلعنا بكام لقاء تلفزيوني يا استاذ سامح مع سيادتك ومع الزملاء بنتكلم عن التأمين وصندوق التأمين وأرقام التليفونات، اتواجه لأقرب وحدة وشوف انت هيعملوا معاك ايه. انت لازم في برنامج تحصيني انت بتتابعه يبقى عن طريق التأمين وعن طريق الوحدة والطبيب الموجود المعالج، لان الصندوق بيقدم خدمات وميزات، بيقدم لك علاج مجانا، بنقدم علاج مجانا من صندوق العلاج الاقتصادي، يعني الحيوان بتاعك هتاخده تروح وحدة الصحة الوحدة البيطرية وهو مؤمن ومركب له تسجيل وترقيم الدبلة في الودن ومعاه بطاقة بنعالجه مجانا على نفقه الصندوق. انا عايز الساده المشاهدين ما تدفعش حاجه يجربوا ويتصلوا بيا ويعرفوني. استاذ احمد من الغربيه اتفضل. يا استاذ سامح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا استاذ حضرتك قبل اي حاجه محتاج رقم حضرتك الخاص قبل ما اتكلم في الموضوع. طب اتفضل اتكلم في الموضوع. نعم يعني انت بتصل عشان رقم فقط؟ لا يا فندم. طيب. انا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات يا سامح بيه بخصوص ال 20% اللي هم مطلوبين على التأمين على الحلاب. مش 20% تأمين على الحلاب، 20% مقدم البنك طالبه منك علشان تستلم الحيوانات صح؟ هو ده بالظبط. مش تأمين. حضرتك كان وعدت بإن أنت هتحل الموضوع ده. ودي مش مشكلة، لا أنا تواصلت لأن أنت القرض اللي أنت بتقدم عليه هو قرض ما هواش قرض البتلو، فالمقدمة دي لازم بتدفع ودي إجراءات بنكية مالناش تدخل فيها. أنا بشكر حضرتك. نقطة العلاج المجاني دي محدش هيصدقها. ايه العلاج المجاني؟ ايه الحالات اللي انت تقوله ليك عندي علاج مجاني؟ تمام يا فندم. انا النهارده خليني انا شخص عادي جدا وحسيت ان انا تعبان. هروح فين؟ اكشف الدكتور. هروح اكشف عند الدكتور. طيب انا كسلت ما رحتش النهارده. انشغلت. بكره مش فاضي. بعده مش فاضي. كل يوم انا بتتطور حالتي للأسوأ. هو دي الفكره بالظبط، ان المفروض ان انا كصاحب مزرعه او مربي او عندي سوري يعني حظيره صغيره انا ببقى متابع حيواناتي. انا لما ابص الحيوان بتاعي كده بفهم هو سليم ولا مش سليم. لما اجي احط الاكل حتى الاقي السليم بيجري ملهوف، التعبان تلاقيه ماشي بالراحه كده ومنقنق ومدلدل راسه في الارض. يعني معنى حضرتك اللي بيهتم ويكشف ويروح الوحده البيطريه انا علي التزامات زي ما بدور على الواجبات المفروض تتعمل لي. انا لما التزم واخد حيواني واوديه لاقرب وحده بيطريه واعالجه وابص عليه انا كده خدت اجراء صح. بالتالي لو جرى له حاجه انا معاك في ظهرك وبسندك وبدي لك تعويض 100% من قيمه الحيوان لو جرى له حاجه، لو اتذبح او نفق، بناء على تعليمات الطبيب المشرف معاك.
النهارده بيقول الدكتور ما بيجيش ولا بيسال فيا، لا انت تروح وامن، عندك تامين حر، بلاش تامين بنوك، انت واخد قرض من البنك كده كده هتامن، لكن التامين الحر انت بتوجه انت بنفسك بحيوانك لصاحب للاداره البطاريه او الوحده البطاريه. طب الدكتور انا بلغته وهو ما جاليش، اخد حيواني واروح، انا بروح للدكتور تعالى اكشف عليا في البيت، لا انا مش هاجي، تعالى انت. طب انا اخد حيواني واروح واتوجه للاقرب وحده وعالج وهشوف ايه الاجراءات اللي هو هيرشدني بيها وهيقول لي عليها. طيب وهتبعها. هناخد معانا الحاج فكيه من المنوفيه، اتفضل يا حاج فكيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله السؤال بقى للدكتور بعد اذنك يا دكتور، دلوقتي طب تقدير، انتوا بتتكلموا دلوقتي على المواشي اللي متامن عليها، تقدير انا بعت واحده من متامن عليها. ماشي. طبعا هي بتبقى لابسه دي بس ودانها. طيب دي بس نظامها ايه؟ خلاص دي خاصه بالحيوان، يعني انت عندك مواشي فبعت منها واحد مأمن عليه. نعم. صح؟ والعلف اللي بتاع النابوريه دي طب هيوصل لنا ازاي من النابوريه للمنوفيه؟ مثلا لو محتاجين العلف، مثلا لو هتجيبوا علف هيوصل لنا ازاي؟ انت في المنوفيه وعايز تشتري من العلف اللي هو سعره مدعم ليكوا من مصنع النبريه ومصنع السلام، بس هيجي لك المنوفيه ازاي؟ نعم. صح؟ بشكر حضرتك عينيا. هو دلوقتي توزيع الالاف على مستوى الجمهوريه بيتم ازاي؟ خلينا نبقى يعني ايه واقعيين شويه، المسافه كبيره شويه. انا يا فندم بدل ما هقول له تعالى المرج او تعالى النبريه خد حصه النخاله المحسنه او العلف المدعوم او عالي الجوده، طب هو هياخد عشان واحد يشيل نص طن او يشيل طن او 2 طن او 10 طن؟ لا يا فندم، انا النهارده عندي مكتب تامين بتاعي في جميع المحافظات متواجدين في الوحدات وفي الادارات، كل اللي انا عاوزه ان لو مجموعه كونوا 50 طن شحنه الجرار انا هبعتها له لحد عنده بيوم معين، وبنحدد الساعه هنوصل الجرار ده يوم كذا الساعه كذا، تبقى سيادتك متواجد تاخد حصتك، لان هو مش هينزلك حصتك في اي حته تانية. يعني هو يوفر بس عاوز 50 طن اشتراك مع جاره مع اخوه مع ابن عمه مع قريبه يجمعوا او مجموعه مربين مع بعض وهنودي لهم الحصه. انما احنا ما عندناش مخازن في المحافظات. صعب جدا صعب جدا، سيادتك عارف ان عشان نغطي الكميات الكبيره بالمحافظات والمسافات والنقل دلوقتي بقى فيه مشكله بالنسبه لاسعار البترول المواد البتروليه فمكلف، عشان ابعته حاجه ما تتباعش او تتباع. انا لا انا خلينا ان احنا لازم نجمع كميه نبلغ بيها اداره الصندوق في المحافظات في مكاتبنا متواجده داخل المديريات وفي المراكز. تمام. طب هو سؤاله من هنا بقى الحيوان اللي متامن عليه يقصد ان تمام هو تمام جدا. احنا يا فندم بنامن على الحيوانات الموجوده داخل المزرعه اللي في حيازه المالك. طب هو وبعوضه من لو حاجه نفقت او اتذبحت ذبح اضطراري. طب هو تصرف فيها بالبيع، يعني ملكيته اتنقلت من شخص لشخص اخر. تمام. منه لحد تاني. هو مين اللي مامن عندي؟ صاحب الحيوان اللي هو عنده فيتو. هو نقله من مكانه لمكان تاني لملكيه اخرى فبيسقط التامين عليه. هو بيبيعه بالنمره وبالبطاقه بتاعته. يعني لو الراجل ده هيعيد اجراءات التامين لازم يعيدها من الاول بقى. الله ينور على سيادتك، هو هيجيب مكانه. طب هو باع ليه؟ هو باع نتيجه ان الحيوان ده تعبان، الحيوان ده بقره وقطعت لبن، لبنها قل، فيها مشكله، ما بتولدش، ما بتعشرش، ما في اسباب هو بيبيعها، فهو بيبيعها وهو بيتخلص منها بطريق البيع. فهو ملكيته اتنقلت من شخص لشخص اخر، فبالتالي بيسقط حقه في التامين. لو جاب مكانه بيضطر يعيد عليه التامين ويتدبل ويصرف له بطاقه لنفس الحيوان اللي جابه الجديد. نورتني، بشكرك المهندس وائل محمد شاهين رئيس قطاع التامين لصندوق التامين على الماشيه، بشكرك على وجودك معايا النهارده وبالتوفيق دائما، بشكر حضرتك. شكرا. مشاهدي برنامج الزراعي الان، بشكر حضراتكم والى اللقاء.